بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. في كل الأحوال القانون هو الملاذ الصحيح. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 696، حلقة الاثنين من ملك وكتابة، تأتي في توقيت مهم. الأحداث الأولمبية تتسارع والنشاط المحلي يعود، وهذه أبرز العناوين. مقالي ومقاله، كفاني الكلام عند التحدث. الغربال موسم الهري انبان له أمارة، وبعظمة لسانه السؤال المريب لمن؟ الشموع الحمراء نور الدين طراف السياسي العاشق، وأسرار الملك عن محمد شوقي الدينامو، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. لا شيء غير القانون، وهو الملاذ الأخير. حلوة ضربة البداية دي. لا يعني أنا عمال بفكر الحقيقة في المشهد الأخير، وبعدين عمال أفكر يعني هو أنت عشان تاخد حقك أصوب طريق إيه؟ أخذ الحق إما بالدراع، إما باللسان، إما بالتحريض، إما بالقوة، إما بالقانون. فيصبح القانون هو الملاذ الصحيح دايما. إذا كنا عايزين نقول إن إحنا يعني نمارس الرياضة من أجل غاية، ومن أجل ضبط النفس، اللي هو صيحة كلنا بنرفعها، بس كل واحد أو كل يعني صاحب شأن له أسلوبه. إحنا عايزين روح رياضية، وعايزين وقت الفتنة، وعايزين تصحيح المسار، مؤكد كلنا نؤكد على هذا الأمر. طيب عندما يحدث تجاوز في حقك، كيف تحصل على هذا الحق؟ أليس من الصواب والسليم والصحيح أن تلجأ إلى القانون، ولا تلجأ إلى أساليب أخرى؟ إحنا هنا يا أستاذ إبراهيم وقلناها عشرات المرات، نحن ضد التحفيل. صحيح. ضد المكايدة. ضد إن أنا لما أكون فايز أضغط على الخسران، ولما أكون خسران أسفه من انتصار الفائز. قلنا هذا الكلام وما زلنا، لأن هذه عقيدة، وهذه قناعة، وهذا فهم صحيح لممارسة الرياضة، وهذا إدراك كامل لدور الإعلام اللي بنحاول نمارسه بقدر ما نستطيع من مسؤولية وضبط النفس. أيضا مش كل واحد متضايق يطلع يقول اللي هو مضايقه إيه، ومش كل واحد يتأثر بمجموعة من الناس اللي حواليه عاملين شوشرة وضوضاء على كل شيء. لا يمكن إطلاقا إن احنا نتصور إن حد يطلع ينتسب لأي مكان يتهم كيان أهلي أو زمالك أو إسماعيلي إنه مفسدة. إزاي؟ طب احنا لما يحصل هذا نلجأ للقانون، ما هنعمل إيه؟ هنرد بهذا الأسلوب؟ قولوا له لا ده انت لا مش كده. فلا اتصور ان لجوء القانون بيزعل حد، لان لو ليك حق تاخده، ما لكش حق خلاص مش هتاخده. هو الفاصل مش هتاخده، وبهدوء شديد جدا. لا داعي كلنا ننفعل او حد يستدرج ان لسبب او اخر. لذلك انت بعض الفقرات هنا بتقول انتوا بتسالوا الاسئله المريبه ليه دلوقتي في كلام يحدث احتقانات؟ انت عندك حاجه كده. صحيح. فاحنا عايزين نقول يا جماعه ماشي، تعال نحط لما حصل تجاوز في لحظه في عدم ادراك لتهنئه نادي الزمالك لينا، كل الناس توقفت وحسبت، ما خدتش ثواني او دقائق، وكلنا مقتنعين ان ده ما كان ينبغي التلقيح بالطريقه دي. نحن مع دعم الروح الرياضيه، نحن مع الحرص على زي ما بقول لك تفعيل مبدا الرياضي، عدم الانكسار عند الهزيمه، عدم الافتخار والزهو
اللي فيه غطرسة عند الفوز، بالعكس استمتع بفوزك وطبطب على الآخر، والعكس صحيح، هنئ الفائز وإيه اشتغل إنك تفوز المرة الجاية، مفيش طريقة تانية. ودي رسالة النادي الأهلي، ودي ثوابت النادي الأهلي اللي أكيد حضراتكم كلكم تابعينها تاريخيا، دي اللي بيلتزم بيها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، واللي التزم بيها كل مجالس الإدارة السابقين. وعلى ذكر المجالس السابقة، خلونا في هذه اللحظات نهنئ وزير الدفاع عن النادي الأهلي وقيمه وتاريخه وتقاليده وانتصاراته الكابتن حسن حمدي. هذا الأسبوع حلت ذكرى أو مناسبة عيد ميلاد الكابتن حسن حمدي، بنقول له كابتن حسن كل سنة وانت طيب، متعك الله بالصحة والسعادة والتوفيق دايما. أحد الشخصيات التي سيتوقف أمامها التاريخ الرياضي بشكل عام وتاريخ النادي الأهلي بشكل خاص، اسم كبير في تاريخ الأهلي، لمنجزاته، لشخصيته، لهدوءه، لانضباطه، لنجاحاته، راجل وصل بعد أن ترك المنصب أنه يحصل على أفضل رئيس نادي في إفريقيا. وأعتقد أن قيادات قادمة للنادي الأهلي قد تلقى نفس التكريم. كابتن حسن سلم راية النادي الأهلي في حفاقة. آخر يوم لمجلس إدارته والأهلي الأكثر تتويجا في على مستوى العالم بالبطولات القارية والدولية، رقم 19 لو تذكروا وقتها حضراتكم، كان وضع الأهلي على رأس أندية العالم. كل سنة وانت طيب يا وزير الدفاع، تستحق أن نذكرك بكل خير، أنت أهل له، ونفخر وتفخر معنا أنك كنت رئيسا للنادي الأهلي في أعظم لحظاته. النادي الأهلي النهاردة استأنف تدريباته بعد أجازة قصيرة جدا، يا دوب التقاط الأنفاس ما أخدتش 72 ساعة، تم استدعاء الفريق اليوم على عجل بعد ما اتحاد الكرة عد الجدول الدوري، وتقرر أو تحدد الأربعاء مباراة أو موعدا لمباراة الأهلي ووادي دجلة، بدأ على الفور التدريب النهاردة. أنا عايز أسألك سؤال. اسأل. دلوقتي أنت قلت هتلعب 3 ماتشات من غير اللعيبه الدوليين. انت كده النهارده وعندك ماتش بعد بكره، استرديت اللعيبه الدوليين اللي راجعين من اليابان؟ النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ هيقعد مع مستر بيتشو موسيباني، اللعيبه خدت راحه من التمرين النهارده على اساس مستر بيتشو موسيباني ايوه يحدد موقفهم من المباراه الجايه. انت وصلت النهارده مصر، صعب تلعب طبعا، وقلنا قبل كده انك انت بتروح عشان تتاقلم بتاخد وقت، وترجع عشان تتأقلم تاخد وقت. تاخد وقت على ما تستعيد الحالة. كان ممكن جدا جدا كل الجدول ده يبتدي يوم 7. فندي فرص شبه عادلة إن اللعيبة الراجعين من المنتخب اللي على فكرة كل اللعيبة اللي هتلعب بس في لعيبة هترجع تلعب مع أنديتها يوم 7. ما دي خدت. ومحدش هيلعب دلوقتي الا الاهلي ودجله. انت اللعيب جاي لك النهارده من اليابان، هو مش جاي من اسكندريه. من اليابان. وهيرتاح النهارده، هيتمرن بكره عشان يقول لزمايله انا رجعت، يقولوا له الحمد لله على السلامه. هيعمل ايه ده جانب من التدريبات. مستر بيتشو موسيماني عمل محاضرة فنية مهمة للعيبة قبل المران علشان يقول طبيعة الفترة اللي جاية، لأن دي بعد إعلان جدول الدوري بالشكل المضغوط قوي بقت المسألة محتاجة حالة طوارئ فنية عالية جدا، خصوصا أن طبعا في حالات إصابات. رامي ربيعة شارك في التدريبات بعد ما تعافى من أثار كدمة كانت لحقت به في مباراة أسوان. بدر بنون وأيمن أشرف، بيتشو موسيماني لاحظ اجهادهم شويه فمد لهم الاجازه كمان يوم. وليد سليمان بيأدي تدريباته التاهيليه في الملعب، وبقيه اللعيبه دخلت في المران بشكل كويس. لكن زي ما قلت لكم سداسي المنتخب الاولمبي الشناوي وبيكهام واكرم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر فضل الجهاز الفني، وطبعا احمد رمضان بيكهام ونصر ماهر كمان فضل موسيماني ان هم ياخدوا راحه على اساس يقرر بكره ان شاء الله اذا كان هيحتاج حد منهم يدخل في تدريبات الغد ولا هيكملوا اجازتهم لما بعد مباراه وادي دجله. بكره الفريق ان شاء الله هيعمل المسحه الطبيه الخاصه بالمباراه. نتمنى الجميع يكون في احسن حال من الناحيه الصحيه من كورونا على الاقل.
اما التعافي العضلي ده مطلوب بقى للناس اللي فاهم اكتر مننا في الاعداد والكلام ده. طيب بمناسبه برضو اتحاد الكوره والبعثه المنتخب الاولمبي، اتحاد الكوره النهارده طلع قرار انه اولا بيوجه الشكر للكابتن شاوي غريب والجهاز الفني على ما قدمه الجهاز من عمل طوال هذه الفتره، وقال اثنى على اداء شاوي غريب في هذه المهمه، وقال ان هو بصدد الاستعانه بخبراته الكبيره لاحقا ان شاء الله. وقرر كمان الاتحاد فيما اسماه لمزيد من الشفافيه، قرر ايقاف عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الاولمبي والنادي الاسماعيلي لحين التحقيق معاه، وقرر احالته للتحقيق، وقال انه صدرت منه واقعة مشينة في فندق الإقامة تجاه فتاة يابانية، وقال اتحاد الكرة أنه عنده تفاصيل تستدعي التحقيق مع اللاعب قبل اتخاذ قرار بشأنه. موقف أنا شخصيا اتعرضت له وأنا كنت رئيس إحدى البعثات في كرة اليد. اللي بيحصل أن اللعيب اللي ما بيبقاش منخرط في الماتشات بيبقى عنده من أوقات الفراغ اللي بتخليه أحيانا يلجا الى تصرف يتصور انه بسيط، فما بالك ده ولاعب. لا التصرف ده بالذات في الدول الاجنبيه اللي هو هما بيقولوا يعني تصرف غير اخلاقي. يعني 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 ما هوش زعق لها يعني. يعني فهذا التصرف بيبقى خطير جدا، اقتضى مني ان ان ان, إن البوليس تدخل. ايه ده؟ لازم اللعيب يمشي النهارده، ده يرجع بلده. كنا في فرنسا في بطولة كأس العالم للناشئين، كأس العالم للناشئين كرة قدم يد يد. فأنا كان قدامي حل من اثنين، ازاي ارجعه وانزل اعمل اجراءات وبتاع وعندي ماتش تاني يوم وهنسافر بعديها بيومين، كده كده الموضوع على ما اعمل الاجراءات مش هلحق. طب وهو هيروح فين؟ لازم يخرج من الفندق. ده قرارهم قرارهم. والا البديل وحش يتقبض عليه. فأنا جبته لأنه كان من الأقاليم وكابتن فرقته في الأقاليم كان موجود برضه لعيب دولي معانا. واستأذنته قلت له أنا عايز أنقله فندق تاني تحت الرقابة ومش هستأمن حد عليه، وعشان ما يشعرش، ما أنا برضه خايف إنه يرجع يقول لك أنت بعتني مع مين، لا هبعتك مع زميلك اللي في فرقتك كابتنك الكابتن بتاعك. والراجل مشكورا قبل ان يكون رفيقه لمده 48 ساعه لحد ما نرجع مصر. الموضوع ده يا جماعه من فضلكم لازم كل شبابنا وهم طالعين اي بعثه بره يكون في كلام في النقطه دي بالذات، لانه اللي انت بتتصوره هين وانها دعابه وممكن انت واخدها ببساطه. اختلاف ثقافات بقى، ثقافات ممكن تقول كلمه تعتقد انها يعني فيها، لكن غيرك بياخدها بمعنى خطير وبيوقعك وبيوقع بعثتك في، يعني انت متخيل انت بتعاني هناك بتحل المشكله دي ازاي؟ يعني انت بتفاجئ مثلا ليله ماتش او بتاع انك انت بتتعامل مع مشكله من هذا النوع، احنا مش عارفين حصلت المشكله دي. مش عايزين نقصه على ابننا اللي هو قطعا ينقصه الخبره، وقطعا يجب ان يبقى معانا حد يكلم اللعيبه بتاعتنا في مثل هذه الامور على المستوى النفسي. ما هو ده جزء برضه من التأهيل النفسي والثقافي اللي احنا اتكلمنا انه اللي اتكلمنا انه يكون مهم. طبعا. يعني الحمد لله ان الامور يعني توقفت عند هذا الحد ورجعت البعثه كامله وبسلامه، لكن هي دروس نستفيد منها في المستقبل. البعثه حتى الان يعني ما زال رصيدنا برونزيتين لهدايه ملاك وسيف عيسى بطلي التايكوندو، وان كان شفنا بعض الدول العربيه الشقيقه، شفنا قطر حازت ميداليه ذهبيه في رفع الاثقال للاعب مصري الاصل فارس حسونه، وشفنا النهارده المغرب بتحقق ميداليه ذهبيه في العاب القوى وسبقتها الجزائر، واحنا ما زال رصيدنا ميداليتين برونزيتين. كل الامل في ما تبقى من منافسات الدوره ان احنا ان شاء الله ولم يبقى الا الكاراتيه، ده الامل، لانه كمان الكاراتيه كان حظنا كويس ان السنه دي اضيفت الكاراتيه في هذه الدوره للجدول الاولمبي، وهناك كلام انه ابتداء من باريس 24 هيتم حذف الكاراتيه، يمكن السنه الوحيده او الدوره الوحيده اللي هتدخل فيها يكون عندنا امل فيها. طب انت ضميت في ايه وبتحذف في ايه؟ ما اعرفش ايه تقييمهم. طيب انا بس عايز اتوقف عند مستجنيس
لاعب رفع الاثقال حسونه برضه لعيب دولي ومدرب دولي رباع مصري كبير، وكان هو كلامه النهارده بيقول لك انا مشيت لاني مستبعد ان يكون لي دور، وانا راجل ليا باع وتاريخ وما لقيتليش فرصه ان انا ادرب، فروحت ومعايا ابني وفي النهايه تم تجنيسه. تفقد مصر، وانا قريت تصريح لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي بيقول ستكون هذه اخر، يضمنها منين؟ يضمنها انه يدي الناس حقوقها. حد اصل حد تصور انه ياخد اكبر من حقه او لا اللي حصل اكبر من مسافر. لو انت معمول لك كل حاجه هنا وعايز تسافر خلاص هيعمل لك ايه؟ لكن ما تطلعش، احنا عندنا اكتر من نموذج مجنس بهذه الدعاوى. لكن لو انت عندك كل متحقق لك كل سبل الرعايه وبالشكل اللائق، ولما تكسب تلاقي مكافاه جديره، يعني احنا عندنا نتكلم ان مكافاه فوريه $5,000 للميداليه، في مكافاه ثانيه اخرى، لكن في النهايه هتوصل لايه يعني؟ انا من اكتر من برضو كانت المناسبه قطر، لانه فاكر كان عداء كيني خد ميداليه لصالح قطر، البطوله اللي قبل منها كان واخدها لصالح كينيا، فلما طلب منه يقف على منصه التتويج مواطنه الكيني صاحبه اللي كان البطوله اللي فاتت لعب معاه تحت العلم الكيني رفض يطلع على المنصه وقال ان انا ارفض التتويج بجانب من تخلى عن بلاده. في مواقف طبعا هو الناس مش عايزه تمزج بين السياسه وبين الرياضه وبتاع. فين الدور الاولمبي؟ خلي بالك هو في هنا حاجه محيره ولازم اللجنه الاولمبيه الدوليه توضح حاجه بقى بالظبط. احنا هم يقول لك الغرض من المشاركه التنافس الشريف وليس ادراك والقيم الاولمبيه وايضا الميداليه شخصيه، يعني دايما يقولوا كده الميداليه شخصيه والعلم وطني وبتضرب العلم الوطني وبترتب الدول طبقا للميداليات الذهبيه طبعا. فهذه حيره انت ويدللوا ساعات على ان الميداليه شخصيه، ان بعض الناس اللي ليها ظروف سياسيه او اقتصاديه او امنيه تحول دون مشاركتهم مع بعثات رسميه لدولهم بينزل تحت العلم الاولمبي. ايوه فلا ما ده اللي حصل مع روسيا السنه دي في الدوره، في بعض المشاركين الروس تحت علم اللجنه الاولمبيه الروسيه مش تحت علم الدوله الروسيه. وكنا نتمنى ان يحدث هذا ولو انه كان هيبقى مؤلم لرفع الاثقال. لرفع الاثقال هنا لرفع الاثقال الاتحاد نفسه معاقب، والكلام اللي هنقوله ده مش خروج عن الخط او هو احنا ما حدش بيفهمنا ايه اللي بيحصل في رفع الاثقال ليه. هو الحد يعني لما الاتحاد الدولي يعاقب اتحاد ويستبعده، لماذا عين هو ولماذا يدفع ابنائنا ثمن هذا الاجراء؟ لان طبعا الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية لما لقت إن ده الموضوع قالت لك خلاص بلاها منك أنت كلك. كان من الممكن لو تفهمنا أسباب، يعني لو كان الاتحاد بتاعنا مظلوم كان ينبغي أن يعلن أسباب يعني أن يتحول إلى مجني عليه ويستبعد أو يحل ثم يعود هو نفسه، أو كان في اسباب موضوعيه كان ينبغي ان نساند القرار وندافع عن مشاركه اولادنا. لامتى هنقعد كل واحد مرشح يجد نفسه لسبب او اخر زي ايهاب عبد الرحمن المره اللي فاتت، انه يعني تجاوز كل التحاليل واخر تحليل كان اللجنه الاولمبيه المصريه بتعمله قبل السفر ب10 ايام هو ده اللي وقع فيه. هذه أمور يا جماعة محدش بيفكر يعلن أسبابها عشان نتدارك الشفافية. عدم تكرارها الشفافية. لأن مؤلم جدا أن رفع الأثقال لا يشارك وهو مرشح لميداليات، تعرف سارة ألعابنا. سارة لو حققت رقمها كانت فازت بالذهب أفضل ألعابنا، يعني لا الرقم اللي اتحقق في طوكيو أقل من رقمها الشخصي فتخيل أنك اتحرمت لو حققت رقمها وشاركت ميداليه ذهبيه. إيهاب عبد الحميد نفس القصه، ممكن تكون ارقامه تتيح له ميداليه ذهبيه. حسونه بس بيلعب تحت عالم اخر وهو مصري. احنا بنهدر ثروات رياضيه لاسباب اداريه. عايزين مره نشوف
حد يقول لنا ايه الاسباب حتى نقتنع ونرتاح. لا بلاها الميداليه دي، احنا صح، احنا صح. لكن فيما يخص التجنيس نتمنى انه اللجنه الاولمبيه المصريه او كل اللجان المعنيه الحقيقه ترفع للجنه الاولمبيه الدوليه مزيد من الاقتراحات ازاي نقدر نواجه تشريعيا ظاهره التجنيس للحفاظ للدول على ثرواتها البشريه، لانه بهذا الشكل اي دوله عندها امكانيات من السهل انها تشتري ميداليه. الموضوع هيبقى صعب لان في دول في اوروبا، روح في كره القدم. لا انت المانيا ماشي يا باشمهندس، ما هو الالمان دول الالمان الجدد ولدوا في المانيا او ولدوا في فرنسا زي الفرنسيين الصمر. يقول لك اشمعنى فرنسا؟ ايوه دول اباء بس يا استاذ ابراهيم، ابناء اباء نازحين يا استاذ ابراهيم، مش كده؟ اه يعني بولندا ثلاث اربع لعيبه مجنسه من عندهم، من بولندا. اه طبعا. اه كلوزا والنهارده ليفندوفسكي ماشي ما وتركيا نفس الشيء ليها لعيبه مجنسه وهم اتراك اصلا، اصلهم اتراك. اه القضيه بتوسع. طب انت رحت وقعدت وعشت في سنين وخدت الجنسيه، ما هتلعب. فالمجنسين دول بياخدوا جنسيه. هو الاحسن والاكثر سهوله يعني انت مش هتلجا لحد يحل لك مشاكل، لازم يبقى لك ضوابط. انت ما تخليش حد، لازم اسم مصر ده يبقى له ثمن. بس كمان الناس الابطال الرياضيين دول بيضحوا تضحيات جسيمه بعمرهم كله، لازم يعيش مرتاح. يوم ما يجيب لك ميداليه لازم الله يجي ياخد، لا ياخد مليون دولار. ليه ما ياخدش مليون دولار؟ ايه المشكله؟ الضحك حجم الدعايه اللي انت بتصرف على الاتحاد كله، ها بتاعه يمكن 7 8 مليون دولار. طب لما يجيب لك ميداليه دي ياخد مليون دولار. شوف الحافز. هنرجع للحوافز الماديه، لكن الامر الادعى فيه الحقيقه مزيد من التشريع اللي يحد من هذه الظواهر حفاظا على الثروات البشريه لكل الدول لا سيما الدول الفقيره منها. يعني انت تقعد واحد رغم انفه وهو حاسس انك بتضيع عليه عشان قانون. لا استاذ ابراهيم، المواهب تستحق التقدير، هو ده الشيء. والنزعه الوطنيه في على فكره في مصريين، بس انت هتقدره مليون دولار، دوله ثانيه هتقول له تعالى وخد 5 مليون دولار. معلش بس المليون دولار هنا يكفوه خلاص. انت عملت اللي عليك، ولما يسيبك وروح للخمسه مفيش قانون يمنعه. مفيش قانون يمنعه، لكن هو خلاص هو كده. هو المفترض لغايه سن معين. يعني انت بتتكلم لو في طفل ولد في دوله وخد جنسيه، هذا رايك وهذا رايي خلاص. هذا رايي وهذا رايي، ولكن للبطل المصري سيف عيسى اللي أخذ الميدالية البرونزية الحقيقة، يمكن زميل هداية ملاك في الفوز بالبرونزيتين حتى الآن، كان قال رأيه في الكورة ومتابعته للكورة. سيف عيسى نشوفه. قول لي قبل ما أختم معاك، أنت ليك في الكورة ولا لأ؟ ليا في الدوري المصري. يعني ليك في الدوري المصري؟ أه الدوري المصري متابع ليه. أهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب انا الاول احب اقول ان يعني اقول اقدر قوي جمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق، ويعني مش انا اللي محتاج اقول عليه كده، وبحترم جماهيره جدا، بس انا اهلاوي قوي ويعني بحب النادي الاهلي قوي. اهلاوي قوي وبحب النادي الاهلي قوي. النادي الاهلي بالنسبه لي. مين اكتر واحد بتحبه في النادي الاهلي؟ فرقه النادي الاهلي الجيل الحالي. محمد الشناوي. محمد الشناوي بحب شخصيته جدا، ويعني اتيتيود بتاعه في اللعب بحسه ليدر كويس قوي. يعني ببقى مبسوط جدا وانا بتفرج عليه، لان هو تحسه جول كيبر، يعني هو مش اكتر حد بيبان في الماتش، بس لا انا ببقى يعني فخور فعلا ان انا بتفرج عليه. صحيح. توعدني وعد، مش وعد ليا انا، وعد لكل الناس بتتفرج عليك، المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنتقابل سوا انا وانت في جمهور الثالثه ان حيانا ربنا، لكن بعد الاولمبيات المقبله وانت معلق الذهب. يا رب اللهم انصرنا ان شاء الله باذن الله، ربنا هيكرمنا هنعملها ان شاء الله، يعني هنشتغل اكتر وربنا هيفرحنا، يعني ان شاء الله مش هيحرمنا من الفرحه دي ان شاء الله باذن الله. قبل شوف طبعا السؤال ده سؤال فن، يعني انت اهلاوي وانت زملكاوي وانت بتاع، هو له تعليق كان يغني عن هذا السؤال لما جه قال انا حسيت ان نادي الاهلي من ده، هو بيتكلم على الاستقبال اللي حصل، الاستقبال للنادي الاهلي بعد الفوز بافريقيا، استقبال الاهلي او منتخب، لان ده حصل في الاتوبيس المكشوف في كاس العالم 2006 بالظبط. فهو يعني بيستحضر اللحظه. ابطالنا دول يعني لما تيجي تشوف حجم التضحيه عشان يوصل لهذه المكانه، يرجع بقى يلاقي مستقبله اتعمل، يوم يديك اكتر للبطوله الجايه هدايا.
ثالث دوره وثاني ميداليه، انجاز رهيب وهايل. لازم تكون مؤمنه وحاسه انها اتنقلت نقله نتيجه اخلاصها. ها ما في، انت بتقول الفلوس، انت لسه مديني مثل بالراجل الكيني اللي ما رضاش يقف وزميله وقف، زميله المجنس وقف. طب ما هو ده نفس الموقف، كان يقدر يروح يجنس عشان الفلوس، لكن اعتداده ممكن ما طلبش. لا بقى هو ده اللي رايح يتوج يا استاذ ابراهيم. قلت لك خد الذهب برضه وخدوا الغالي استاذ ابراهيم. ما تتجاهلش ان في حته عند بعض الناس حقيقة. الفلوس مش حقيقة. كل حاجه حقيقة طبعا، بس طالما بس ان في فلوس. أيوة. انا ما بقولكش تبقى صفر وعندك مشاكل وعليك ديون كويس، وعندك مشاكل في اللايف ستايل بتاعك كويس واخواتك. طب لكن لما انا اامن لك الحد ده بس في فلوس اكتر في حته تانية، هنا المعيار. اصل انت ممكن تقدر تامن كدوله وكمنظومه رياضيه قادره على الانفاق وقادره على نفس النقطه، لكن في دول فقيره في افريقيا. انا خليني في دولتي، ثرواتها البشريه منهوبه استاذ ابراهيم. اه خليني في دولتي دلوقتي. لا ما انا بتكلم على اللجنه الاولمبيه الدوليه، احنا بنتكلم على اللجنه الاولمبيه الدوليه. ما نبقاش ما لا مش هيحصل اللي انت بتطلبه، مش هيحصل. اه مش هيجي يتعاطف مع دوله بيطلع لها بطل بشكل عشوائي ويغير القانون عشانها. لا مش يغير القانون، يعني مثلا انت فاكر الاتحاد الدولي لكره القدم كان عامل تشريع قبل كده انه اي لاعب ناشئ مثل منتخب ما في الاول ما يحقلوش تمثيل منتخب تاني. خلاص انت وبعدين عمل ايه بقى؟ انت لعبت تحت اقول لك بقى عمل ايه؟ ضغطت الدول الكبيره. لا قال لك اللعيب اللي مش متعاقد يقدر يسافر اي حته. لا مش طب استولى على كل المواهب صغير. لا في يسافر كلاعب محترف ماشي، لكن انا بتكلم على يا انه ينتمي لدوله ثانيه ويلعب بمنتخب يا دوله ثانيه. يا اخي انت بس بتبقى، لو انت عايز تصدقني هتفكر زيي، لكن انت عايز تقول لي لا. بص بقى هو سافر ايوه، بعد شويه هيعرض عليه التجنيس، هيعمل ايه وهو بره؟ شعراوي عمل ايه؟ المصري عشان في ايطاليا. بس قول شعراوي ولد هناك يا باشمهندس. ريتشارد اللي كان في النادي الاهلي هو اخوه. ما لعبوش منتخب مصر. لا بيلعبوا منتخب مصر ناشئين، بس بعد سنتين لو مشيوا كويس هيتعرض عليهم الجنسيه. هي دي النقطه، انت بتاخد اللعيب وهو صغير بتحطه في المناخ اللي يخليه يودي. لكن لو انت بقى ما ينفعش بالقانون، ينفع بالقناعه. كل شيء يا استاذ ابراهيم اديني حقي هنا ممكن اخد اكتر منه بره، وهو ده اللي بنقوله لعيبه النادي الاهلي. طب ما انت، هو انت لما تكون بتاخد لك 10 مليون في النادي الاهلي ما تقوليش اصلا انا جالي 20 مليون بره. لا انت كده التزامك اتوفت، انت عايز 20 يبقى انت بتختار ال 20 وده حقك وما بنقولكش عليه حاجه. بنفس المنطق انا انت في مصر كل القوانين هتنحاز لك لانك متفوق، واذا خدت ميداليه هتبقى مرتاح ماديا وهتشتغل شغلانه بتحبها وراقيه. لو انت عايز اكتر من كده ده شانك، ما تقدرش تقول لي ان القانون يمنعه، ما فيش قانون هيمنعه. انت بدات الحلقه قلت ضربه البدايه، لا شيء الا بايه؟ انت عايز تغير القانون؟ بالقانون. لا بالقانون الموجود الدولي. انت عايز تغير قانون الدولي عشان أيوه. حاله عندك؟ لا مش حاله يعني عندك، يعني انت متصور ان هم هيدرسوا حاله حسونه. انت عارف النهارده قطر خدت الميداليه في الوثب للاعب سوداني، سوداني الاصل. كلام جميل. بس مجنس ما عنده، عايش عنده. اوكي ماشي. على فكره دي تاني دوره يلعبها. باسم تلغي دي ازاي؟ لا شيء الا القانون. القانون بيقول له العب. خلاص انت عايز تغير القانون. لو القانون بيقول له العب، امال بيلعب ازاي؟ لا ما انا بقول لك انت المفترض تواجه ظاهره زي ديت بتشريعات دوليه من اللجنه الاولمبيه الدوليه. وهو اللعيب السوداني ده لو كان لقى المناخ والرعايه في السودان كان هيروح قطر؟ ما كانش هيروح. هتقول لي فلوس اكتر في حد ادنى، ما تقدرش تقول لي انا مش لاقي اي نوع من انواع الرعايه في مصر. ها طب ما هو حسونه بيقول لك انا لو لقيت اهتمام وكنت لقيت مكانه وكان حسونه اتولد في مصر. كان والده كان عنده مشاكل مع الاتحاد يعني. اذا هو ما سافرش في الاول، هو لا اللي يهتم بيه اللي يستغل ضيقه بنقول له لا تعالى انا هريحك بقى. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام هيريحكم عن الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا فيما سبق كل ترتيبات ما بعد عوده البعثه الاولمبيه، لكن زي ما تعودتوا دائما وابدا هناك الكثير في
مقالي وما قالوا كفاني الكلام عند التحدث. طبعا بناة الأهرابي في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، لكن الحال لجمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي بكل ما أنجز وبعظيم ما حقق وتوج وفاز، مفيش نادي في الكون في المجرة أسعد جماهيره ودلع جمهوره قد النادي الأهلي. وأعتقد يا باشمهندس مفيش نادي رياضي يكفيك الكلام عند التحدث عنه قد النادي الأهلي. أنت عارف إن دي جزء من أزمة الأهلي مع جماهيره؟ آه، إنه باستمرار حطك تعودوا ويقولوا لنا كده إحنا ما بقيناش. قلت لهم يا جماعة مفيش حاجة كده في الدنيا، اللي قابلهم وأناقشهم. ما ينفعش ان نتصور ان في حد فوق الهزيمه، في حد فوق انه المنطقة المنافسه المنطقيه، مفيش كده. كون النادي الاهلي قدم اليك الكثير اللي تفخر به، انت كمان لازم تقدم له الاعتراف بانك اعمل اللي عليك واحنا معاك، وتقبلوا بعض السلبيات اللي هتحدث احيانا. مفيش حاجه في الحياه عباره عن يعني انطلاق بلا توقف. لا يمكن. انت حتى لالتقاط الانفاس، لظرف من الظروف، لسوء بخت، لحاجه بره ارادتك انت، تحكيم جائر، اصابات غير اي ظرف انت مش مسؤول عنه. فبنطلب من جماهيرنا لا حنانيكم بالنادي الاهلي، افرحوا بيه كما وجدتموه وكما يقدم لكم. احنا بنقول ده ليه يا جماعه؟ لانه لما يكون نادي بهذه القيمه العظيمه وعنده من اسباب السعاده والفخر ما يكفي جمهوره انه يحتفل بيه ويفرح بيه ويستمتع بيه، المفروض ده يكفيه عن اي حاجه تانيه، يكفيه عن اي انزلاقات او اي استدراجات، يعيش بايجابيه مع قيم الاهلي، مع تقاليد الاهلي، مع اسهامات الاهلي الوطنيه، مع الدور الوطني للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي نشا لاسباب وطنيه ونشا في احضان الحركه الوطنيه المصريه مطلع القرن الماضي. فانتم متخيلين نادي نشا على هذه الاسباب الوطنيه الراسخه ونشا من هذه المنطلقات الساميه جدا، جمهوره لما يوصل معاه النهارده المرحله من السعاده بالرياضه، لا لازم أن يكون فخور بده ويزهو بقيمه النادي الاهلي ودور النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي وتقاليد النادي الاهلي اللي ترسخت عند كل الجماهير بفعل هذه الاستحقاقات الكبيرة. واحنا بنتكلم بالمناسبة على عيد ميلاد الكابتن حسن حمدي. الكابتن حسن كان سلم مجلس إدارة النادي الأهلي وهو الأعلى تتويجا في العالم، 19 لقب قاري متنوع في عهد المجلس السابق مجلس المهندس محمود طاهر. فاز الأهلي بالبطولة الكونفدرالية، بقينا 20 بطولة. النهاردة مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب متارجت او حاطط هدف انه يوصل للاهلي باذن الله تعالى في اقرب فرصه للاعلى تتويجا في العالم. ما هو ليه بس يستعيد اللقب لانه وصل لل 24 بطوله. ما هو انت فقدت هذا المركز بفارق 6 مراكز بينك وبين ريال مدريد. لما اصبح التحدي امام المجلس الحالي انه يعوض هذا الفارق، عوض منه 3 مراكز. ايوه. باقي 3 مراكز، عندك فرصه في السوبر الافريقي انك تضيق الفارق الى مركزين، ويبقى التحدي القادم انك تكسب. لو هو دلوقتي انت 26 ل 24 26 23 24 23 23 26 ل 23 لو كسبت السوبر هيبقى 24، يبقى عندك في الحاله دي تكسب السنه الجايه افريقيا، هيضيق الى فارق واحد بتاع السوبر. انت بص، هي دي اللي تشدك لقدام. هذه الأهداف السامية هي اللي تشدك لقدام أنت وطموحك وجماهيرك. ولكن أيضا بما أننا تحدثنا عن أسباب الزهو، أطلب من جماهيرنا، والله صدقوني يا جماعة ما في مرة بنحفل ونتغطرس ويهرب مننا المعنى الرياضي السليم بندفع ثمنه. صدقوني نحن نكافئ انك تكسب، تتواضع، تكسب وتحافظ على مشاعر اللي قدامك. طبعا مش هيضرنا شيء، حتى لو هم هيجي يقول لك اصل هو بيحفل عليا، هيحفل عليك وانت كسبان هتستحمل، لكن لما تحفل عليه بشيء يضايقه ليه القسوه دي؟ دعونا
والله نترفع ونكسب صح، عشان يوم ما لا قدر الله نخسر يبقى نخسر صح برضه. لا، ويبقى ده دورك في حمايه الرياضه وصيانه الروح الرياضيه، حمايه نفسك. تخيل انت بتنتصر على غرورك، بتنتصر على بعض الشر اللي جواك، انك تضايق اللي قدامك. ما هو ده شر طبعا. بلاش تحفيل، دعونا بلاش اي اساءات لحق، خلينا نفخر بناديننا بس. مش عايزين اكتر من كده. عندك اسباب الفخر، وهذا ليس معناه اذا كان لنادينا حق الا ندافع عنه وبالايه، بالمنطق والحجه والمستند والقانون والرقي. والرقي مش ضروري واحد بيشتمنا رد عليه الشتيمه. انا رد عليه الواقع. ان انا في حته هنا وما ردش عليه، اخلي حالي يرد عليه، وضعي يرد عليه، نجاحي اللي هو نجاحي. شوفوا الاهلي بيستهدف ريال مدريد، عشان بقول لكم عندك من اسباب الفخر والزهو بالاهلي ما يكفي، ما يكفيك عن اي حاجه، عن اي منغصاته او عن اي استدراج لاي حاجه. افرح بالاهلي وبدور الاهلي وبقيمه الاهلي. على فكره الرقم الاعظم في تاريخ النادي الاهلي انه في كره القدم من اول ما بدا النادي يمارسها لم يشارك الاهلي في بطوله محليه او قاريه الا واصبح صاحب الرقم القياسي فيها عن اقرب منافسيه، قبل الدوري وقبل الكاس وقبل اي حاجه. وهقول لكم الالقاب بتاعت هو ده اللي بيكفيك الكلام عند التحدي. طبعا انت الجدول ده يكفيكم بجد، يكفيكم ان انتم تتحدثوا بهذا الفخر وهذا الاحترام وهذا التقدير لتاريخ النادي الاهلي اللي بيحترم بالطبع تاريخ ومسار كل الانديه الشعبيه الشقيقه في مصر والوطن العربي. الوطن العربي اللي 28 نادي منه حملوا اسم النادي الاهلي تيمنا بهذا النادي العظيم. دي ظاهره مش موجوده في العالم كله، ان انت تلاقي هذا التيمن بهذه القيمه وبهذه الفكره اسم النادي الاهلي، وهذا يكفي. فانت عندك هذا الجدول لشكل بطولات النادي الاهلي يا جماعه. اللي بقول لكم ما في بطوله من اول ما اتقال يا كوره وشارك فيها الا واصبح مش بس هو البطل، هو صاحب المرات الاعلى في الفوز بيها. هلاقي الاهلي يا باشمهندس عنده 42 دوري، عنده 37 كاس. طيب قبل كده عنده 16 بطوله دوري منطقه القاهره لما كانت دي بطوله الدوري المحليه. السلطان حسين عنده 7 بطولات فيها. السوبر المصري عنده 11 بطوله في السوبر المصري. كاس الاتحاد، اتحاد الكره لما عمل كاس الاتحاد خد الاهلي اللقب. لما مصر وسوريا في فتره الوحده عملت كاس الجمهوريه العربيه المتحده فاز بيها النادي الاهلي. الاتحاد العربي عمل بطوله النخبه خدها الاهلي مرتين. عمل بطوله العربيه للانديه الابطال اخذها الاهلي. عمل البطوله العربيه لابطال الكؤوس اخذها الاهلي. استمر الاهلي من 82 في نجاحاته الافريقيه بقى نادي القرن. ليه؟ عنده 10 القاب في دوري ابطال افريقيا رقم قياسي. عنده 4 في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه قبل الغائها ودمجها في كاس الاتحاد. عنده كاس السوبر الافريقي 7 مرات، عنده كاس الكونفدراليه مره، عنده الافرو اسيويه مره، عنده 142 بطوله محليه. عارفين ال 142 بطوله محليه للاهلي تخليه اعظم نادي في الكون؟ هذه الالقاب محليا وقريا واقليميا خلته رقم واحد في العالم في حصد البطولات الكرويه المتنوعه. الحمد لله. وهنا يجب ان نزداد فخرا وتواضعا. وهنا بنقول يعني اللي بيقول لك الحمد لله على نعمه الاهلي فليكن. بس لازم تحولها لنعمه. بالظبط. ما تحولش دي ان حد يبقى متضايق منك وبيتمنى لك الاخفاق لانك مضايقه. ما هي دي النقطه يا استاذ ابراهيم. اوعى تفتكر ان الاحتقان اللي موجود ده سببه الفوز والهزيمه والارقام اللي انت بتقراها دي. التحفيل، كل واحد شايل هم يوم ما يخسر. احنا وصلنا بقينا الغمزه متضايق لان ليها فيها تلقيح كلام، صوره متضايق لان فيها تلقيح كلام، مع ان احيانا تبقى انت ما انتش قاصد يعني حتى وانت بتعمل تصرف غير مقصود بيتاخد بطريقه. ليه؟ كلنا عايشين متوترين، الفائز والمهزوم. انت قاعد ناس بتشكك في بطولاتك، امال هتعمل ايه؟
ما لازم تشكك في بطولاتك عشان تشعر بنوع من التبرير يعني. وانت في نفس الوقت بترد باستمرار، رد بالحقيقه زي ما انت بتعمل جدول وارقام كويس. ولذكر الحقيقه لا، ما هو الافرو اسيويه احنا مش اصحاب الرقم فيه. لا انت خدتها مره، انت مره والزمالك خدها مرتين. انما انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول بمثل المنطق والحجه واللغه الراقيه تستقيم الامور. انا حكيت الحكايه دي قبل كده، تسمح لي احكيها؟ اتفضل. في ماتش المباراه الفاصله اللي كانت بيننا وبين الاسماعيلي في التسعينات، ها؟ مباراه 4-3؟ 4-3. كان الاسماعيلي بيلعب اخر مباراه واحنا بنلعب مع المصري اخر مباراه. الاسماعيلي كسب 5 كانت في اسكندريه. واحنا اتعادلنا. فاصبح هناك كان لازم نكسب عشان ما تتعملش مباراه فاصله مع المصري. فاصبح في مباراه فاصله في اسكندريه. نزل الاهلي في اول 20 دقيقه او 22 دقيقه محمد رمضان، محمد ثلاث اجوان وبعدين مش عارف ايه، بين 4-0. وتداعت الاحداث، خلص الماتش 4-3. انا يعني الكاميرا كنت قاعد في مقصوره استاد اسكندريه، فجابت جالي واحد عايز ياخد مني حديث قبل الماتش ما يخلص بربع ساعه او 22 دقيقه بالظبط، كانت 4-0 ساعتها. فقلت له لا الماتش ما خلصش. قال لي يعني؟ قلت له الماتش ما خلصش. اول ما خلص الماتش بص لي كده، عمل لي كده 4-3. صحيح الجون الثالث جه في الوقت البدل من ضائع مكان، يعني كان صعب، لكنه كان خلص الماتش طبعا. لكن 4-3 طبعا. فقال لي عايز اتكلم معاك. قلت له اتفضل. قلت له قبل ما اهني الاهلي لازم اهني الاسماعيلي. انا عايز جمهور الاسماعيلي، قلت كده بالنص وده كان من قلبي، ما كنتش متوقع ان هتعمل رد فعل. لازم جمهور الاسماعيلي النهارده يقابل فرقته في محطه القطر استقبال الابطال. مفيش فرقه ترجع من 4-0 ل 4-3 الا اذا كانت فرقه كبيره. عليهم ان يحتفلوا، ما يشعروش بالضيق. خلص واتكلمت بقى على الاهلي ومبروك. كده الرياضه. لقيت تليفون تاني يوم في مكتبي من دكتور عبد المنعم عمارة. كان رئيس المجلس الاعلى للشباب. اسمح لي يا عدلي ان انا اشيد بتصرفك وتعليقك اللي بيت محافظه الاسكندريه اسماعيليه هاديه ومرتاحه. انت اديت الفرقه حقها وخليتهم يفخروا فرقتهم. لو انت كنت قلت كلام تاني طبعا. وهنا اقول انا خسرت ايه؟ انا قلت كلام والله العظيم اقصده. بالظبط. انا خسرت ايه؟ انا فرحان ان انا كسبت الدوري. الفرقه اللي قدامي عملت اللي عليها، طب ما اقول لهم برافو وهارد لك. طبعا هذا هو المطلوب والله، هذه هي الرياضه. وانا كنت بقول الكلام ده، ولما كلمني الدكتور عبد المنعم عماره ازددت فرحه بفوز الاهلي. لان حسيت ان كنت سبب، بدل ما اكون سبب ضيق اصبحت سبب يعني تهدئه. لماذا لا نفعل هذا؟ وده جمهور الاهلي اللي لازم يكون باستمرار هو الواجهه المشرفه للنادي الاهلي. انتم متخيلين ان حتى في ظل الوسائط الاعلاميه الحديثه وكل الاعلام الالكتروني ان الاقي شعبيه النادي الاهلي، وده دور الجمهور. لما توصل تكون رقم واحد عبر قناه اليوتيوب الرسميه للنادي، لا عليك مسؤوليه كبيره. لما النادي الاهلي اليوتيوب يطلعوا في شهر 7 قبل برشلونه، يعني احنا في الاعلى تتويجا بعد ريال مدريد، في الاكثر مشاهده ومتابعه في العالم عبر اليوتيوب، القناه الرسميه للنادي الاهلي رقم واحد قبل برشلونه. الاهلي عنده 16.3 مليون متابع، وبرشلونه عنده 13.8، وفلامينجو عنده 10.7. طيب وجلاطة سراي عنده 9.8، وتشيلسي عنده 8.9. إذن الأهلي الأعلى مشاهدة ومتابعة عبر قناة اليوتيوب الرسمية للنادي في العالم. دي مسؤولية كبيرة على الجمهور. اتفضل. شوف يا أستاذ إبراهيم، هو الأعلى مشاهدة معناه إيه؟
الأكثر متابعة من الجماهير. اه طبعا. ولا يمكن أن تكون الأكثر متابعة من الجماهير إلا إذا كنت الأكثر جماهيرية. اه. ها؟ أنا بتكلم على مستوى عالمي طبعا. ما هو جمهورك أكثر حماسا. اه. ودي مثل هذه الأرقام محتاج أنت تتكلم مين شعبيته ومين مش شعبيته، ولهذا الدخول في هذه المساحة من الجدل لازم تهدى بقى. إحنا من ناحيتنا كل المطلوب منك ذكر الحقائق، ودع من يقول وان يريد ان يتصور امرا غير الحقيقي وحر. هو ده لما توصل لهذه المكانه عالميا يبقى عليك مسؤوليه كبيره. بالظبط كده. ازاي تكون واجهه رياضيه مشرفه للنادي الاهلي اللي وصل لهذه القيمه الرياضيه، اللي لو فتحنا المجال للفيديوهات في شهادات عالميه كبيره جدا على الاهلي وقيمته عالميا هتفخروا اكتر بقيمه النادي الاهلي، بس هتتحملوا مسؤوليه اكتر. هذا النادي لم يصل إلى هذه القيمة وهذه المكانة وهذا التأثير حتى في محيطه إلا بقيمه وباحترامه لكل الناس اللي بيتعامل معاهم وكل منافسيه، وأولها القيم الرياضية اللي تأسس عليها النادي الأهلي. وأعتقد المواقف كتيرة جدا اللي بنشرحها لكم في كل مناسبة، الأهلي دايما وأبدا حريص على مبادئه وتقاليده وقيم الرياضة. قيم الرياضة دي اللي أعلت مكانة النادي الأهلي، قيم الرياضة اللي حافظت للنادي الأهلي على هذا النموذج الرياضي المنضبط جدا. الأهلي لو ما كانش عنده هذا النموذج الرياضي المنضبط قوي عبر التاريخ ما كانش وصل للأرقام اللي انتوا بتشوفوها، ولا كان وصل للتأثير بين الجماهير بهذا الكم، ولا كان وصل للفاصل اللي عمالين ولا كان وصل للفاصل اللي بعد منه هنشوف كلام تاني مهم. أهلا بحضراتكم جديد. اعتقد شفنا بالحصاد الكروي تاريخيا من اول ما اتقال يا كره في مصر لغايه النهارده، الاهلي يقف على راس انديه العالم في حجم التتويجات المتنوعه في كره القدم ب 142 بطوله، وفي عدد الالقاب القاريه يزاحم ريال مدريد وان شاء الله يوصل له باذن الله. لكن انتم متخيلين نادي بهذه القيمه وبهذا القدر في البطولات، يفترض لجمهورنا انه ده يكفيك الكلام ان انت تفخر بيه وتسعد وتشوف اسباب تفوقه وتحترم قيمه وتقاليده. لكن مع هذا ومهما كانت هناك اخطاء يبقى كثيرا كلام بعظمة لسانه. السؤال المريب لمن؟ الحقيقة واحنا بنتكلم باهتمام برضو في منطقة الجماهير وفي منطقة الحفاظ على علاقات الجماهير مع بعضها، ودي المسؤولية الأساسية الكبيرة عند كل السادة مقدمي البرامج الرياضية المختلفة. لاحظ وراعي علاقات الجماهير مع بعضها، واعتقد فيما سبق من أحداث دامية جدا كان المفروض يكون ده أكبر حدث يخلينا فعلا نراجع الكل يراجع نفسه. كابتن احمد حسام ميدو يا باشمهندس وهو يتحدث عن الاهلي وجدول الاهلي وليه الاهلي من عجائب الدنيا السبع. احنا عارفين ان عندنا الاهرامات واحده من عجائب الدنيا السبع، لكن عند ميدو في عجيبه من العجائب نشوفها. نزل بقى جدول الدوري برضو من ضمن عجائب الدنيا السبع اللي انا مش فاهمها، الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ يعني الاهلي ليه ما بيروحش يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه؟ برضه حاجه بالنسبه لي انا مش فاهمها. مش فاهم بعد مرور سنوات وسنوات. اه ماشي الاهلي ما بيلعبش في بورسعيد، عارفين ان في مشكله في بورسعيد وبتاع، انما الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ ما هو ده برضه لازم احنا حد يطلع يقول لك ميدو، اصل ميدو بيقول كده زملكاوي. لا اه زملكاوي، بس انا بقول لك ان لازم يبقى في عداله. زي ما الفرق كلها بتروح تسافر تلعب في اسماعيليه، بتلعب ماتش صعب الاسماعيلي في اسماعيليه، ليه الاهلي عنده الـ يعني البريفليج ان هو او عنده الـ 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 الحلاوه بتاعت الدنيا ان هو ما بيروحش يلعب في اسماعيليه؟ مش قادر افهمها برضو. يعني مخي بحاول، في حاجات بحاول افهمها وفي حاجات في الكوره في مصر ما بفهمهاش نهائي. بقالنا اكتر من 10 سنين ولا اكتر الاهلي بيلعب الاسماعيلي في اسكندريه في ملعب محايد. ليه؟ نفسي اعرف ليه. هذا سؤال يوجه لمن؟ انت نفسك تعرف ليه؟ سؤال مريب. هو مريب في توقيته.
ما هو كل ما هتيجي تلعب الاسماعيلي هتجد موضوع يزيد الاحتقان بينك وبالاسماعيلي، يا الملعب يا اللعيبه يا مش عارف انتقالات، يا لازم يبقى في موضوع لاثاره حفيظه النادي الاسماعيلي. السؤال ده بتساله لمين يا كابتن ميدو؟ اجابته عندك. ليه؟ هو الاسماعيلي ما بيلعبش في القاهره مع النادي الاهلي ليه؟ لان الاهلي والاسماعيلي والمصري والاهلي ما بيلعبوش لا في بورسعيد ولا في الاسماعيليه ولا في القاهره، يبقى ليه؟ بتسال مين هذا السؤال؟ وبتساله ليه دلوقتي؟ وبتبان كمان ان النادي الاهلي بيتجامل، ما هو الاهلي ما بيلعبش في القاهره. هو انت بتعتبر الملاعب ميزه؟ طب ما الاهلي بيفقد هذه الميزه والاسماعيلي بيفقدها، بيلعبوا في ارض محايده. المشكله يا استاذ ابراهيم اللي بيننا وبين الاسماعيلي جت منين؟ كل بطولات الاسماعيلي في الدوري او في الكاس كلها عبر تاريخه الفاينل مع الاهلي في مواجهات في مباراه فاصله مع النادي الاهلي. 67 المباراه الاخيره في الدوري بين الاسماعيلي اللي كسبها يشيل الدوري. خلاص؟ كل المباريات بعد كده مشيت في اراضي الفاصله في ملاعب محايده بيننا وبين الاسماعيلي، مره في المحله ياخدها في الاسماعيلي، مرتين في اسكندريه وهكذا. كل المواجهات محله واسكندريه. انت كاس مصر اتاخد من القاهره من النادي الاهلي في وقت جامل فيه النادي الاهلي النادي الاسماعيلي، كان هيلعبوا 8 والاسماعيلي بصدد الانسحاب عايز يلعب الساعه 5. والكابتن صالح سال هولمان قال ما فيش مانع، لعبنا الساعه 5 وخسرنا الكاس. واسماعيلي عثمان اهدى الكاس للكابتن صالح. لما جت ازمه الكابتن احمد حسن لما الاسماعيلي قال 100,000 دولار اللي دفعهم والاهلي اتفق مع كابتن احمد حسن وبنكلمه تعالوا خدوا ال 100,000 دولار، رد الكابتن مدحت الورداني يا ابني انت مش قلت 100,000 دولار واللي دفعهم؟ انا قلت بس الزمالك مش الاهلي. الكلام ده لما جه المهندس اسماعيل عثمان في بيت الكابتن صالح مع مدحت الورداني، كابتن صالح سال مدحت انت قلت انا ادي للزمالك ما ادوش للاهلي؟ قال له يا كابتن. كابتن صالح اتضايق قال له ما تزعلش مني، الزمالك ما بينافسنيش الاهلي بينافسني. قالها ليه؟ اذا لان كل البطولات كانت عبر هذه اللقاءات، بطولات اسماعيلي كانت عبر مواجهات مع النادي الاهلي. فالاسماعيلي من هنا التنافس مع النادي الاهلي خلق نوع من الحساسيه، استغلها البعض انه يسكب البنزين على النار في مكابرات فجه من ضمنها هو الاهلي هو صاحب القرار، ما بيلعبش في القاهره. انت بتسال السؤال ده لمين يا كابتن ميدو؟ وليه التوقيت ده؟ طيب احنا عايزين كلنا نلتزم باسباب منع الاحتقان، كلنا كل اعلامنا. شوف هي لو كانت الفكره المقصود انه الاهلي بيتجامل عشان لو راح للاسماعيلي فرص مكسبه اقل، فلا تم وقف مشاركات الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه وفي القاهره، لانه الاهلي من حقه يقول الاسماعيلي ما بيجينيش القاهره. بس كمان حتى الزج بحته الاسماعيلي والاهلي، خليني اقول لكم ببساطه، اخر 10 لقاءات بين الاهلي والاسماعيلي قبل التوقف او قبل مجزره بورسعيد، قبل احداث بورسعيد بالظبط، كان الاهلي بيروح للاسماعيلي والاسماعيلي بيجي القاهره. تعرفوا ان اخر 10 مباريات للاهلي في الاسماعيليه قبل هذا التاريخ الاهلي كسب 6، الاهلي كسب 4، الاسماعيلي كسب 3 وتعادلوا 3. يعني الاهلي اكثر فوزا على الاسماعيلي في الاسماعيليه من الاسماعيلي. لو ميدو فاهم انه مطلوب الاهلي يروح الاسماعيليه علشان يخسر، النتائج كانت كبيره، كان في 6-0 و4-0 والاسماعيلي كسب الاهلي في القاهره هنا 3-0. بس هي دي الفكره، انت ليه متصور انك عايز تقول ان الاهلي علشان ما لعبش في الاسماعيليه فعنده ميزه؟ قالها حتى، قال لك عنده حاجه حلوه زياده. لا ده الكلام ده اللي انت بتقوله كمان
وكان بحضور جماهيري. فما بالك دلوقتي لما فيش حضور جماهيري حقيقي. اللي ما يفرقش الملعب ده من ده. يعني هو اسباب. وبعدين ليس من حقنا ان احنا نقعد كل يوم نتساءل فيها. وبعدين انا افهم انه كل الاخوه الاعلاميين المفترض ان في معلومه. في معلومه يعني الاسئله دي ممكن يسالها عامه الناس. لكن المعلومه لما يكون اتكررت كتير على لسان المسؤولين، هو مين اللي بيحط جداول الدوري ومين صاحب القرار؟ هل الاهلي طلب انه ما يلعبش في الاسماعيليه مع مراعاه والتاكيد على ان الاسماعيلي ما بيجيش القاهره، والمصري نفسه ما بيلعبش في بورسعيد؟ المصري كل مبارياته، حتى المصري والاسماعيلي، كل مباريات المصري في برج العرب او في اسكندريه. هي مش هنا حلوه النقطه دي، مش اسباب تخص الاهلي. المصري والاسماعيلي ما بيلعبوش في، لا في الاسماعيلي جيران ما بيلعبوش مع بعض في ملاعبهم. هي امور ما يصحش نتكلم فيها، لكن اتكلم فيها المهندس مازن مرزوق، لان هو اللي كان حط جدول الدوري، وهو اللي يعرف ليه الاهلي ما بيلعبش مع الاسماعيلي في الاسماعيليه. وما تنساش الاسماعيلي ما بيلعبش مع الاهلي في القاهره، وده اللي قاله مازن مرزوق. هل من ضمن الامور، هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا، بص عشان برضه الناس يعني في انديه برضه تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن، وبلعب ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤى الامنيه. فبتحصل، فالاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه. خلاص دي لابد من احترامها، دي رؤيه امنيه طبعا بحته. يعني اكيد انا لو عليا لعب الناس كلها. لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظريتي هتبقى قاصره، لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا، لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني انا ما عنديش الخلفيات بتاعت الامن. الامن هو اللي عنده المعلومات، وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن ما انا اطلع اتكلم، لما انا اطلع اقول لا هيلعب الاهلي هنا والزمالك يلعب هنا، ابقى بقول اي كلام. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص. الاهلي اخر حاجه يطلب لسه جايه. طيب اعتقد ان الاستاذ مازن مرزوق عندما كان مسؤولا جاوب، هو اللي حط الجدول وهو بوضوح قال مش قرار اتحاد، دي رؤيه امنيه. ايه ده رؤيه؟ من هذه الرؤيه ايضا الاسماعيلي والمصري ما بيلعبوش مع بعض في منطقه القناه. مش مساله تخص الاهلي يا اخوانا، ما يلعبش بعواطف بس. الجماهير وعواطف حتى المسؤولين في الاسماعيلي، ما ينفعش ان احنا نزج ونحشر الفكره دي في اذان المسؤولين في النادي الاسماعيلي. الاهلي ملوش دعوه، ما يلعب في الاسماعيلي هيكسب وهيخسر، هو ده السؤال. وهيلعب في القاهره مع الاسماعيلي هيكسب وهيخسر، هو ده السؤال. يعني لانه جان بول سارتر قال لك الجحيم هو الاخرون. المسائل يا جماعه سيبوا الدنيا تهدى. فكره تغذيه الجماهير علشان انا فاهم ان الاهلي لو راح يلعب في الاسماعيليه فالمحتمل انه مفيش جماهير لصالحي. على فكره مفيش جماهير هنا او هنا، مفيش جمهور. فهل نستمر في الكلام ده؟ وهل الكلام ده يفضل مطروح باستمرار لتغذيه هذه الجماهير ضد الحقيقه؟ والحقيقه باينه، يعني المفترض حتى عامه الناس متابعه وعارفه ايه الاسباب. خلاص فليكن كلامنا نفسه. بقى للجماهير يا جماعه، هو الموضوع ببساطه شديده هو ده، ما نلعب في الاسماعيلي. لكن بمناسبه المحافظات، الزمير عامر العميره الحقيقه واحد من الموثق التاريخي بقى ولا الموثق الاعلامي، عمل احصائيه مهمه جدا على اللعب في المحافظات. الاهلي لعب قد ايه؟ وقال لك الاهلي لعب 24 مباراة في القاهرة، والأندية الثلاثة المنافسة الزمالك 23، بيراميدز 29 في القاهرة. في الإسكندرية الأهلي لعب أكتر، الأهلي لعب 6 مباريات في الإسكندرية، لعب ماتشين في السويس. طبعا ما حدش بيلعب في الإسماعيلية، الإسماعيلي بيجي له القاهرة، والأهلي بيلعب مع الإسماعيلي المباراتين، لا ده بيروح للقاهرة ولا ده بيروح للإسماعيلية، بيتلعبوا الاثنين بره. لكن ده يقودنا الى انه نتمنى انه الجماهير مزيد من الهدوء، نتمنى انه في قادم المواسم الملاعب المصريه تسترد جمهورها وتسترد انضباطها كمان. يعني كفايه بقى مخاطبه جماهير. كنا عايزين فعلا نسيطر. والجماهير مش اهلي وزمالك بس، عامه الجماهير، عامه كل الانديه الشعبيه اللي جماهيرها اللي بتحب نواديها وعندها حساسيات. بالظبط، ما نلعبش على الحساسيات دي بقى.
وكل واحد فينا يفرح بفرقته ويقف جنبها وانا مستعد وقلنا هذا الكلام 100 مره لا نجيب سيره حد ولا حد يجيب سيرتنا وتحدينا هذا الكلام قلنا بطلوا تجيب سيره الاهلي شوفوا كده لو جت سيرتكم المواضيع اصبحت مش بس ده في اعلام لاقاليم دلوقتي بتهاجم الاهلي برضه باستمرار بقت ظاهره انك انت تنكأ المشاعر وتضغط عليها عشان تعمل مشاهدات. يا ريت كلنا نحط ايدنا في ايد بلدنا وننهج انها كل واحد يعني خليه فرقته وعندنا الكثير جدا عايزين نقدمه لسه على النادي الاهلي لجماهيرنا تفخر بيه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام ايضا جماهيرنا تفخر بيه. اهلا بحضراتكم جديد. متواصلين معاكم بعظمه لسانه زي ما شفنا حتى بطل التايكوندو البرونزي سيف عيسى لما ساله الزميل ابراهيم فايق انت اهلاوي؟ اهلاوي جدا بحب الكوره ومتابع دوري الكوره، طب مين اللاعب اللي انت بتحبه في الكوره؟ قال لك بصراحه الشناوي. والحقيقه الشناوي في الاولمبياد الاخيره او في المشاركه الاخيره في الدوره الاولمبيه اخد مكانه عالميه. انا بقعد اطالع وكالات الانباء كتير من حتى الصحف العالميه والمواقع الدوليه بعد مباراه استراليا والتاهل وقبل وبعد مباراه البرازيل الشناوي راح في حته تانية خالص. استاذ ابراهيم الجداره معناها ايه؟ ان تكون على قدر التوقع. يعني انا لما واحد يعمل نتيجه او يحطم رقم قياسي فتبتدي تتكلم عليه كويس، لكن بعد كده لا يقترب من هذا الرقم يبقى طفره. الشناوي قيمته بتزيد ليه؟ لان الكلام الايجابي عليه بيسبق الحدث. يعني انت في الدوره الاولمبيه يعني هو لما راح كاس العالم خد افضل او مان اوف ذا ماتش في اورجواي. في كاس العالم. لما في الامم الافريقيه في برونزيه النادي الاهلي العالم كله يتحدث عن الشناوي وعن قيمته. طيب لما تيجي بقى في الدوره الاولمبيه ويتحدثون ان هناك عقبه في المنتخب المصري اسمها حارس المرمى الشناوي. هذا الرجل موجود ننتظر المتاعب، ننتظر المتاعب، تيجي المباراه تترجم هذا الانتظار ويتالق الشناوي، اذا ليس محض صدفه. هذه هي الجداره، والشناوي لو كمل بهذا التركيز المستوى الفني خلاص عنده الامكانيات بهذا التركيز وهذا الشغف وهذا الطموح هيروح في حته تانية في التاريخ. هيروح في حته تانية وهنشوف ممكن يروح لفين الشناوي، لكن خلينا الزملاء في الاعداد حتى بيفكروني على ذكر موضوع الاسماعيلي عشان نقفل هذا الملف خالص وهذا السؤال المريب. كابتن علي غيط، والكابتن علي غيط غير ان هو كابتن النادي الاسماعيلي وحارس مرماه رجل امن، رجل امني. فكتب علي غيط لما لقى السؤال المريب اللي اشرنا اليه اللي بيردده ميدو العجائب السبع والدنيا السبع، كتب الكابتن علي غيط بيقول كلمه حق علشان الكلام الكتير، لا اتحاد الكره سابقا ولا اللجنه الحاليه ولا الاهلي لهم دخل في عدم اللعب في الاسماعيليه. عشان كده بنقول ده سؤال واضحة. مريب هي واضحه ولا لا؟ انت متصور انها مش واضحه؟ ولذلك بنقول سؤال مريب، بتساله ليه؟ هذا السؤال لا يسال. هذا السؤال لا يسأل. يسأل من يسأله. يسأل من يسأله بقى، مش يسأل فقط. لا ما أنا بسألك. أنا بسأله، أنا ما أقدرش أسأله. أنا بقول له ليه بتسأله؟ فأنا ما أقدرش أسأله، أنا واخد بالي من الهمزة. طيب نرجع للشناوي اللي المهندس عادل شافه إن هو عنده جدارة كاملة، ولما تشوفوا المعلقين حتى الحقيقة المعلقين العرب وهم بيذيعوا ماتشات مصر الكل بيتغنى بالشناوي، منهم الكابتن رؤوف خليف نسمعه. ويجب ولفرهامبتون والشناوي على نظافة الشباك الهاوي، ما تحكيش مع الشناوي ما يمكنش تعيش. هذا الشناوي أحد أفضل الحراس في العالم بكل تأكيد،
قيمة ثابتة لمحمد الشناوي. شوف الكرة يا سلام بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر من إخوان ميراندا والعملاق رافامير أمام الشناوي المثير دانيال أولمو. كرة ويا الشناوي يا سانتي الشناوي فخر العرب بهذه النتيجة. كرة للشناوي وينو الشناوي. ما أجملك وما أروعك يا عملاق النادي الأهلي يا أفضل حراس إفريقيا. إن شاء الله السلامات للحارس العالمي محمد الشناوي. بمناسبة الجدارة والكلام اللي بيقوله الكابتن رؤوف خليف وصوته بيعلى مع كل التصدي، في حاجتين عايز أتوقف قدامهم. لما بقول لك إن توقفت عند تصريح لمدرب أستراليا قال لك 4 مرات قمت احتفلت ولكن الشناوي هناك يفسد هذا الاحتفال. يا قعدني تاني. طيب لما يجي قبل الماتش تعليقات اللعيبة البرازيليين والمدرب الجهاز الفني يقول لك ما احنا ما عندناش مشكلة فنية ولا بدنية، احنا عندنا مشكلة ان في حارس اسمه الشناوي. لما تشوف منظر الكابتن الشناوي بقى وهو قاعد واللعيبة واقفة بتتكلم في منظر انا شخصيا ما فهمتش معناه ولا هدفه، يتكلموا مع بعض في الحلقة ياه اللي اتنقل الحديث فيها، ولكن الشناوي قاعد مهموم. مهموم ليه؟ طبعا الخسارة مريرة، كان يأمل في ميدالية، لو كان عداها كان عنده فرصة. أيوة. وده أصعب ماتش. طبعًا. يعني البرازيل ده لو تجاوزته عندك فرصة تتجاوز الصورة دي اللي أنت تقصد. الصورة دي. تتجاوز أي حد تاني. طب هو قاعد بيفكر بيقول إيه؟ أنا النهاردة طبعًا بالإضافة إلى المعاني اللي بقولها لك، لكن الشناوي كان في العشرة أو التشكيل الأمثل. في الراوند الأولاني خد ضمن العشرة الأفضل. في العشرة. أداؤه في الماتش بتاع البرازيل زاد ما قالش. طبعا طبعا. فانت متخيل لو كان كمل الشناوي كان ممكن يرشح لجائزه افضل لاعب، يمكن ينافس على افضل لاعب او على الاقل افضل حارس في البطوله. هو ممكن حظوظه موجوده ولكن بتقل لانك مش بتلعب في الادوار القادمه. في ناس تانية اختبرت اكتر. اختبرت. طيب الشناوي الجداره، ما انت ممكن تبقى كل الناس شايفه ان الجون كويس ما يجيلكش اختبارات ولكن تختبر فتعدي. انا بقول ان الشناوي على الاقل في افريقيا السنه دي قد يكون مرشحا للقب كبير. الشناوي بيقترب من اختيار تاني، ده في راي كابتن وليد صلاح الدين. افضل بالفعل للشناوي انه يحترف، ولا القيمه اللي واخدها في النادي الاهلي مع عدد البطولات والبطولات القاريه انه افضل له يكمل في النادي الاهلي؟ دايما من وجهه نظري انا بحسب كل حاله لوحدها. نعم. خصوصا في موضوع الاحتراف فيما يخص الشناوي. الشناوي يستحق ان هو يحترف، يستحق. نعم. يستحق يكون في احسن الانديه الاوروبيه. نعم. يستحق. مستوى عالمي. انا لو جالي لو جالي عرض اوروبي يليق بقيمه النادي الاهلي وبقيمه محمد الشناوي انا وافق. لان انا عندي حاجه برضو اسمها رد الجميل. نعم. لما واحد يكون مواقفه معايا رائعة ويكون هو شالني كتير، أنا كمان لما يكون هو بيتكلم في أرقام كبيرة. نعم. بالنسبة للشناوي بالنسبة لحياته وبالنسبة لأسرته، عرض أوروبي أنا وافق، عرض خليجي لا. ما وافقش. لأن نيجي هنا بقى للحتة اللي حضرتك بتقول عليها، الشناوي بيعمل ريكورد وبيعمل أرقام قياسية مع النادي الأهلي، بدأ يقرب من أساطير النادي الأهلي في هذا المركز. نعم. الشناوي لو فضل بالشكل ده ما شاء الله الله أكبر، ممكن يقعد 10 سنين كمان هو حارس مرمى مصر الأول والنادي الأهلي. نعم. ويبقى بيلعب بخبرته، ملتزم، منضبط، قائد، كابتن فرقة، عمال ما شاء الله الله أكبر بياخد بطولات، بيزود في الرصيد. نعم. اللي هو لما هيبطل هيحس بيه. أتفق مع الكابتن وليد بنسبة 95%. الخمسة التانية أنا مش عايز أحترف بره خالص، مش من باب حرصي على مرمى النادي الأهلي وده جزء موجود، ولكن من باب حرصي على استمرار أنه يتفوق ويحقق أرقام يسهل مع النادي الأهلي تحقيقها على أنه يسافر بره، لأن أنت هنا ممكن تاخد أرقام بسهولة جدا على مستوى القارة الأفريقية ومع النادي الاهلي وتلعب كاس العالم انديه و ربما تروح
في اوروبا حتى لو في اقوى نادي في اقوى دوريات دلوقتي ما 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 ما, ما, ما المنافسه هتبقى مع في حته تانية ربما لا تحقق لك كل المجد اللي انت مستنيه ده. ولو اني ثقت ان الشناوي بامكانياته الفنيه وانا بقول الفنيه بقى هي امكانيات هايله جدا جدا لا تقل عن احسن حارس مرمى في العالم الامكانيات الفنيه سواء البدنيه او النفسيه واللياقه. ينقصه بس انه يعني كل الاخطاء اللي بيخطئها هي اخطاء عدم تركيز. لحظه كده يجي له لحظه مش كتيره الحمد لله. انما اعتقد ان الشناوي ينتظروا مجد مع النادي الاهلي وهو مدرك هذا. طيب ده راي امير الموهوبين الكابتن وليد صلاح الدين. راي الثعلب حازم امام في الشناوي ايه؟ نشوفه. النهارده مصر بتلعب برازيل بتلعب الشناوي يعني ثلاث اربع انفرادات هو اللي شايلهم البطوله كلها مش بس النهارده يعني. هاي المستوى وصل له مستوى عظيم يعني الانفرادات بيطلع فارد جسمه ازاي فارد رجله يعني قافل الزاويه ازاي الكرات العرضيه بيعملها كما يجب ان ما فيش ولا كره عرضيه عدت منه بالبوكس بيطلع حاطط صح. هاي النهارده اختيار موفق جدا من الكابتن شوقي والنهارده نجم اللقاء الاول يعني لولا الشناوي كان ممكن النتيجه تبقى 2 3 4 استراليا كوال شالها من على خط الجون الهيد عايز صوره رد فعل كبيره جدا هو وصل لمرحله ما شاء الله من النضج كبيره جدا فبس هو بصراحه هايل يعني في كل يعني الانفرادات انا بحب الجون اللي في الانفرادات بيطلع يقفل الجون عليك ازاي ما يبقاش مديك مساحه انك تعرف تفكر وعلى فكره في تايمنج بتطلع فيه اللي هو وانت والمهاجم بيحط عينه في الارض ويطلع يبص يليك في وشه بتبقى انت خلاص عارف انت لو عندك انت باصص مش باصص له شايفه هتبقى سهله للمهاجم يعني صحيح. فهو بيعملها صح بيخلي المهاجم اول ما يحط رجله في الكوره ويبتدي يبص يكون هو خد الخطوتين بتوعه وطلع وبيعملها مع كذا وعملها مرتين النهارده او ثلاثه بلس التسديدات طبعا والكوره العرضيه فلا الشناوي كان هايل احسن لاعب يعني. مفيش اقوى من ان الكابتن حازم امام يقول لك الشناوي كان بيلعب البرازيل. ما فيش اقوى انه غير انه يحلل تحركات الكابتن الشناوي وتصدياته بكل اجزاء جسمه استغلها احسن استغلال طوله الفارع بتاع ايده رجله صدره ايديه عشان بالمناسبه حد ضحكني قوي في الحكايه دي. المهم يعني الشناوي لا من الناحيه الفنيه عمل اللي عليه بشكل فني رائع جدا 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 وكان موفقا الى درجه كبيره. ده كان محمد الشناوي وأداؤه الرائع الحياة وهذه الإشادات الكبيرة والمستحقة به. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل موسم الهري انبدل أمارة. أهلا بحضراتكم جديد. شفنا السؤال المريب لمن وشفنا كل تفاصيله وشفنا الواقع بتاعه إيه لكن يبقى كلام كتير في الغربال. موسم الهري إن بان له أمارة طبعا في قرب بان ولا إن بان له هو بان بس إن بان له أمارة لازم تبقوا فاهمين إنه بمجرد ما هتظهر فترة موسم الهري ده والرغي والهبد والانتقالات خدوا بالكم دي فترة ودي للأسف كتير من الإعلام مصادر معلوماته فيها في انتقالات اللعيبة وصفقاتهم المصدر هنا وكيل اللاعب أو أحد السماسرة المتعاملين لتنشيط السوق لتحريك حد أو اختلاق إشاعة لغرض ما أو اختلاق إشاعات لضرب استقرار فرقة وأنا هنا بتكلم بكل صدق لكل الأندية مش صح أبدا أن الإعلام يمارس دور تخريبي في استقرار الفرق الأهلي وبقية الأندية كلها لأنه طبعا الأهلي بيحظى بالقدر الأكبر من هذا الهري على حسب حجم الشعبية ده والمشاهدة كل يوم تاني يقول لك موسيماني قال كل يوم لكن الراجل لما بيسمع بيستغرب انا قلت لمين؟ هقول لكم بعض النماذج على هذا الهري وهتكتشفوا انه الناس بترد على بعضيها. فخلينا نبقى واخدين بالنا شويه في الحفاظ على الفريق واستقراره. الاقي مثلا صدى البلد عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي من الاهلي. ده في صدى البلد تقوم رد الجمهوريه رغم إغراءات النصر والحزم الأهل ناوي على بقاء الشحات والشناوي. طيب مصدر في الأهلي قالوا بيكشف ليلا كورة
حقيقة وجود عروض احتراف لمحمد الشناوي، فتلاقي المصدر ليلا كورة بينفي تماما تلقي الأهلي أي عروض. طبعا الشناوي أي نادي دلوقتي يتمنى أن هو يكون عنده حارس بهذه القيمة، بس ليلا كورة بيقول أن المصدر قال لهم الأهلي لم يتلقى أي عروض، يعني عكس الاثنين التانيين. اليوم السابع موسيماني يتمسك ببقاء أليو ديانج، وفي شرط وحيد لرحيله عن الأهلي. خلاص ألاقي في الدستور الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد. بس شرط وحيد بقى اللي هو إيه؟ عشان تعرف إن الموضوع ملوش علاقة بموسيماني خالص. وصول عرض مالي مغري. ألا هو موسيماني هيتكلم في المغري وغير المغري؟ هيشتغل امير توفيق. لا ما هياش هو موسيماني حاول، انا عايز من الناحيه الفنيه ده او مش عايزه. بالظبط. لكن العرض المغري وغير المغري ده مش شغله مدير فني. ده دليل الفبركه يعني. الدستور قالت الاهلي يبدا مفاوضات التجديد لمعلول واجاييه، وبيغري السوليه ب 11 مليون يغريه، في حين ان السوليه انتوا سمعتوه انه سعيد جدا ولا يفكر ابدا في الخروج من الاهلي. لكن ماشي. في اخبار اليوم بقى في مذبحه حمراء هنا موسيماني برضو. انه استقر على رحيل عدد من النجوم، وهنا انا عايز اقول مع منح حسين الشحات فرصه لنهايه المباريات، قال يعني حسين الشحات واخد فرصه لنهايه الماتشات، لو ما اثبتش وجوده لسه حسين الشحات هيثبت وجوده. انتوا متخيلين؟ هتلف هتلاقي كله بهذا الشكل، بوابه الاهرام وولتر بواليا يثير الحيره في الاهلي. كان قبل كده اتقال لك ده خلاص ماشي. اليوم السابع الاهلي يرفض بقاء ولتر بواليا في الموسم الجديد رغم الاهداف القاتله. الاهرام موسيماني يشيد بكهربا وبواليا. ليه بقى؟ ما انتوا قلتوا خلاص ده مشي، ده اتدبع. لا ده الاخبار اللي قال كده. الاهرام قال لك لا بيشيد بيهم وبيتمسك ببقائهم، والجهاز الفني بيوافق مبدئيا على اعاره نيدفيد لفاركو وغموض موقف محمد محمود. طب بواليا ايه الحكايه؟ الجمهوريه قالت لك بسبب تالق بواليا مكسيكيوني رايح جاي في الاهلي. طب مكسيكيوني رايح جاي في الاهلي والسبب بواليا؟ الدستور قالت لك لا، ده الاهلي هيجدد لصلاح محسن ب6 مليون، وموسيماني بيرفض الصفقات المتبادله. برضه موسيماني مش فاهم بيقحموا موسيماني في كل كلمه. ده موسيماني لما بيمرن لو بيعمل كده هيمرن امتى؟ بوابه اخبار اليوم مروان محسن يدخل حسابات فاركو في الميركاتو الصيفي. ومصدر من كايزر تشيفز اللي في الجول سنناقش مع انجكوبو رغبه الاهلي في ضمه. هنا بقى لا ينبئك قدر خبير، والمهندس عدلي خبير الفتره دي، خبير مرحله التصدي للهري الاعلامي، لانه بالتاكيد جرب ده كتير. امتى الاهلي بيقرر مين يمشي ومين يقعد؟ مع تقرير مين يمشي تحديدا لازم يبقى تقرير اخر الموسم. مين يجي؟ ممكن يجي لك ترشيحات بتتحول لجهات الاختصاص زي لجنه التخطيط زي ولما يبقى في حاجه تستحق العرض على الجهاز الفني تعرض على الجهاز الفني برضه في توقيتات مش معادها دلوقتي، وبعدين ياخدوا من الجهاز الفني ويشتغلوا. فانك انت طيب تصور يعني مفيش مشيان الا بتقرير المدير الفني. طب ازاي انت هتمشي ناس؟ طيب مبدئيا مفيش تقرير فني قبل نهايه الموسم. مستحيل. مش كده؟ مين هيعمله؟ يا استاذ ابراهيم خلي بالك لا قدر الله ده في اصابات وفي احداث ممكن تحصل. المان يونايتد يجي يختار لعيب من عندك فجأة بس بقول لك في احداث تخليك هتقعد، وده اخر الموسم. يعني ما الادعاء ان موسيماني كل يوم بيقول للصحفيين اخبار كل يوم كل يوم بيقول له كل الناس احنا بقالنا اكتر من شهرين في موسيماني قال، وموسيماني هيمشي وموسيماني هيقعد وموسيماني بيرشح وموسيماني مختلف وموسيماني متفق وموسيماني زعلان موسيماني بيشيد. يعني موسيماني راجل قاعد ما بيعملش حاجه غير مع شله صحفيين كل يوم بيسهر ويقول لهم كل حاجه بيدلع فيهم وبيقول لهم اخبار. يعني حتى جربت بقى انه لعيب يتكلم عليه الاعلام انه ماشي وانت اكتشفت ان الجهاز متمسك بيه جدا او نجح قوي؟ كتير
كتير كتير طبعا. في لافيو في لافيو يا ما تقال. لا لعيبه كتير جدا. وبعدين يا راجل هو اكتر من جيلبرتو اللي يجيله وتر اكيلس وتحتفظ بيه وتدي له حقوقه وتعالجه علاج وتعالجه لمده سنه ونص مرتين بعد ما يرجع يصاب تاني في نفس المكان وبعدين يرجع كامل مع النادي الاهلي ويعمل مواسم رائعه ويكون سبب في فوز النادي الاهلي باكثر من دوري. ما هو ده مش حاله. طب لو الظروف اللي احنا فيها دي الاهلي استبعد جيلبرتو زي ما بيحصل دلوقتي مع محمود محمد محمود اللعيب موجود وبيتعالج وبتاع لكن لازم يضايقوه غموض الموقف. غموض ايه؟ ما هو ما نزلش لسه. هو بيتمرن او نزل او بيتمرن لسه ما لعبش. غموض ازاي؟ مش لما يلعب. يعني ندفد نفس القصص. هما بيستنتجوا ويقول لك لما تيجي يقول لك وسبق لنا ان نواهنا. ما انت لما تقول 10 احتمالات هيجي لك احتمال منهم. قول لي سريعا وكلاء اللعيبه والسماسرة مؤثرين في طبعا ده؟ لا طبعا طبعا. طب اقول لك حاجه، في واحد عرض عليا لعيب يا ابني اعرضه على الجهاز الفني. طب ابعته لي وانا حولته للجهاز الفني. زعلان مني انا ان انا ما لعيب ان انت ما مضيتهوش. دور ايه في الموضوع؟ ازاي ما مضيتهوش انت بسرعه؟ انا بقول لك قلت له ما تقوليش. ما انا بقول لك انا راجل مستشار دلوقتي. هتكلم في اللي يقولوا لي عليه اتكلم فيه. اللي يستشيروني فيه. اللي يستشيروني كناحيه فنيه. مش اجرائيه حتى. اجرائيه دلوقتي يا امير بيعمل كل الاجراءات. كتب الحمد لله. كان في حاجه دي ولا مين؟ امير اساله بقى. كتب الحمد لله. اساله بقى. يعني انا المره الوحيده اللي يعني كدوري ان انا لما قالوا لي سافر انجولا يعني عشان ما قالكش اكتب الحمد لله ازاي؟ ما قالكش اكتب الحمد لله ازاي؟ ما اسال الشخص اللي كتب. وانت ما سالتوش؟ مش في دلوقتي بقول لك خلاص الوقت خلص. انت عايز يخلص؟ اول ما جينا عند امير كتب الحمد لله قال لك الوقت خلص. طب الحمد لله على كل حال، لانه الحقيقه على جمهور الاهلي انه يطمئن على فرقته سواء في الوقت الحالي او كل ترتيبات لجنه التخطيط الحقيقه اللي قايمه بدورها بالكامل مع الكابتن محمود الخطيب علشان دايما وابدا يفضل جمهور الاهلي في قمه سعادته وزهوه وفخره بفرقته وناديه. وباقي مباراه نتمنى للاهلي باذن الله نكتسبها يوم الاربعاء ان شاء الله. باذن الله تعالى دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.